وقعت 6 اتفاقيات جديدة في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية انطلاقا من رؤية المركز المتمثلة في تأهيل الرياديين والمبدعين وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع حقيقية. أكد وزير الزراعة خالد حنيفات على أهمية البحث عن حلول إبداعية للنهوض بالقطاع الزراعي، عبر عن اعتزازه بالإنجازات البحثية العلمية والإبداعية لكوادر المركز. على المنتج أو المزارع وباستهلاك أقل 90%. ومعنا عبر الهاتف من عمان مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. ما هي أبرز تفاصيل هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال؟ صباح الخير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية أتت كفكرة للاستجابة بأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وخاصة الحاجة للشركات الناشئة والصغيرة بالدعم الفني واللوجستي. ليس شرط أحيانا يكون النجاح مناطا بالدعم المالي. فالحمد لله يعني نشأت الحاضنة قبل حوالي 3 أعوام، تقدم لها أكثر من 250 طلب، قبل منها لغاية الآن حوالي 45 طلب بناء على منافسات بتتقدم قدام اللجنة العلمية للمركز الوطني للبحوث الزراعية. وأي فكرة ناشئة جديدة فيها براءة اختراع، فيها منتج جديد، فيها تقنية جديدة، يتم تبنيها ومساعدة الشركة حتى تقف على رجليها وتستطيع أنها تسوق منتجها. آخر الاتفاقيات التي تم توقيعها من ضمنها مثلا اتفاقية خاصة مع أحد الشركات التي تقوم بإعادة استخدام وتصنيع الصوف، لأن إحنا صار في عندنا مشكلة منذ فترة طويلة، يعني أقلعت الناس عن استخدام الصوف في الأثاث المنزلي سواء كان فرشات أو ما شابه، فالآن صار يتم تحويله إلى تحف فنية وقطع فنية يتم استغلالها، مما يساعد المربي الثروة الحيوانية. أيضا أحد المنتجات اللي الجديدة هي المنتجات الغذائية اللي بتم استخدامها مثل أنواع مختلفة من الخل، إضافة إلى أسمدة طبيعية تنتج من على سبيل المثال خل الخشب. وهنالك حلول ذكية مثلا تتعلق بالزراعة الذكية بالهايدروبونكس بالكونتينرز المغلقة اللي تعتمد بالكامل على الإضاءة ونظم تحكم بالكامل بدرجات الحرارة والرطوبة في داخلها، مما يتيح الإنتاج على مدار العام. هنالك الحقيقة لغاية الآن هذه بعض الشركات التي تخرجت تستطيع أن تبيع جزء من أسهمها لشركات كبيرة في القطاع الخاص، وبعض الشركات وقعت عقود واتفاقيات. المركز الوطني لا يقدم دعما ماليا مباشرا، يقدم مختبراته لغايات التحاليل، يقدم محطاته لغايات التحقق من هذه التقنيات. مثلا لدينا تقنية في الفترة السابقة تستطيع أن تستمع لصوت سوسة النخيل الحمراء وهي تنخر في شجرة النخيل، وتستطيع أن تحدد مكانها، وبراءة اختراع لشخص آخر أيضا موجود في الحاضنة لديه حاقنة تقوم بحقن المبيد في داخل الشجرة، وشخص آخر لديه براءة اختراع لمبيد طبيعي يمكن استخدامه في عمليات الحقن. فإحنا نحكي عن عملية تكاملية تعتمد على التشبيك ما بين المبتكرين والرياديين الأردنيين. يعني تطرقت بجانب سريع دكتور إلى الدعم الذي يقدم إلى الرياديين في دعمهم ودعم أيضا مشاريعهم. دعنا نتوقف عند هذه النقطة ونتحدث عن أشكال الدعم المقدمة لهم في المرحلة الحالية، وإلى ماذا تسعون خلال المرحلة المقبلة بيد العون والمساعدة لهم أيضا. شكرا على السؤال. حقيقة بعض حاضنات الابتكار تقدم الدعم المالي، إحنا مؤسسة حكومية ليس لدينا الإمكانية أن نقدم الدعم المالي، لأنه مهما أعطيت دعم مالي لا يكفي حقيقة. يعني المهم هو توظيف الموارد الموجودة لدى نفس الشخص ومساعدته في أن يستخدمها بأفضل طريقة، والتحقق من أن براءة الاختراع هي فعلا براءة اختراع، والتحقق من المنتج بأنه منتج جديد أو مناسب سواء كان للاستهلاك أو لاستخدامه
في العلاج أو التقنية لاستخدامها في تشخيص أمراض أو آفات معينة في القطاع الزراعي، أو تقنيات حديثة تستخدم في عمليات الري. فأنا أتحقق من جودة التقنية وفور منحي له بشهادة جودة يستطيع أن يسوق هذا المنتج، وهذا ما يحتاجه في العادة يعني المبتكرين، لأنه لما بيكون المشروع على مستوى بداياته لا يحتاج مبلغ مالي كبير لغايات أن يبدأ. عندما ينجح البروتوتايب أو الفكرة، عندها يكون يمكن تسويقها بشكل سهل جدا لشركات كبيرة من القطاع الخاص، ويتم تبنيها أو صاحب نفس الشركة يقوم بالتطوير يعني شيئا فشيئا. أحد الشركات المحتضنة مثلا لدينا هي شركة من القطاع الخاص لا تحتاج الدعم النقدي، لكنها بحاجة إلى خبرات بموضوع زراعة الأنسجة النباتية، اللي هو خلينا نسميها نباتات الأنابيب حتى تكون أقرب للمستمع، اللي هو عبارة عن تيشو كلتشر، زراعة أنسجة تقوم بالتكثير، تقوم بإنتاج بذار الأساس إنشاء صح التعبير، هي درنات البطاطا يعني بالأساس، اللي هي التقاوي البطاطا التي نحتاجها ونستوردها كلها. وإحنا نتوقع من هذه الشركة خلال بضعة أعوام أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي البطاطا، لأنه إحنا كل تقاوي البطاطا نستوردها من خارج المملكة. فهم لم يكونوا بحاجة للدعم المالي، هم كانوا بحاجة للدعم الفني من خلال يعني توطين زراعة الأنسجة للبطاطا بالنسبة لهم، وأيضا إتقان خبرات وكفاءات اللي هو زراعة الأيروبونكس، الزراعة الهوائية، حتى تكون الجذور حرة في عمليات النمو، حتى تستطيع أن تنتج هذه العديسات أو هذه التقاوي ذات الحجم الصغير جدا التي يتم بعدها استخدامها في عمليات الإفطار. نعم. طب دكتور نزار، يعني الوزير أيضا أكد في زيارته على ضرورة وجود حلول إبداعية للنهوض أكثر بالقطاع الزراعي بشكل عام، ما هو دوركم في ذلك؟ هو فعليا إحنا يعني دور المركز الوطني للبحوث الزراعية يتسق اتساقا تاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومع رؤية وزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي من خلال اختراع الحلول الجديدة. على سبيل المثال، لم يعد مقبولا أن ننتج نفس المحصول كل مرة ونتوقع أن نحصل على 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 دخل، لأن الناس كلها بصير تزرع نفس المحصول. لكن المركز الآن يحتضن مجموعة من المحاصيل التي تزرع لأول مرة في المملكة. مثلا استطعنا في فترات سابقة أن نساعد في تأصيل زراعة الزعفران في الأردن، والآن في لدينا شركة جديدة دخلت بعد أن تخرجت الشركة الأولى في زراعة الزعفران. لدينا مثلا ناس تنتج المورينجا، آخرين ينتجون الشاي الأزرق، وهكذا. في هذه مجموعة مثلا عندنا مزارع بيشتغل على بعض أصناف المكسرات اللي دائما كلها تستورد من برا، بنحاول انه ندخل محاصيل جديدة. هذا النوع الأول. النوع الثاني، لم يعد من الممكن أن نكتفي بالري التقليدي، صار في حاجة إلى تنظيم عمليات الري، استخدام الذكاء الاصطناعي في احتساب الاحتياجات المائية، استخدام انترنت الأشياء في احتساب الاحتياجات المائية من خلال سنسورات موضوعة في التربة بتم احتساب الاحتياجات المائية من خلال تحليل البيج ديتا، البيانات الضخمة بتم احتساب فورا ما هو الاحتياج المائي، ويتم إعطاء القرار بعمليات الري. ولدينا عشرات من المزارع التي تم تنفيذها بهذا الإطار من خلال هذه التقنيات التي طورها بعض المبتكرون والمبتكرين والرياديين الأردنيين في داخل حاضنة الابتكار. شكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من عمان مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد.